حتى تستطيعين التعرف على نوع بشرتك بسهولة، يجب أولا القيام بذلك: غسل الوجه والرقبة جيدا، وإزالة جميع أنواع المكياج ومواد التجميل، ومن ثم الوقوف أمام المرآة في ضوء طبيعي كافي، وتدقيق النظر في كل جزء من أجزاء بشرة. ويمكنك التعرف على نوع بشرتك من تلك الأنواع التي سنذكرها. أول نوع، نوع البشرة الطبيعية. تبدو ملمسها ناعم مرنة رطبة قليلا، لأن نسبة وجود الماء فيها طبيعية وبالقدر المطلوب تماما، ولونها يدل على الصحة، وتسمى بالبشرة العادية، وتتميز بأنها ليست شديدة الجفاف ولا كثيرة الإفرازات الدهنية، وتكون غالبا وفي معظم الأحيان خالية من العيوب والشوائب، وصافية ومشرقة. وصاحبة هذا النوع من البشرة من المحظوظات، ولكن عليها الحفاظ على جمال بشرتها بالتغذية الصحيحة المنتظمة، كي تظل البشرة ناعمة مرنة مشرقة، ويجب عدم تعريض البشرة للبرودة. ثاني أنواع البشرة هي البشرة الجافة، وتكون رقيقة وحساسة وعرضة للتجاعيد المبكرة، وتبدو في بعض الأحيان مشدودة أكثر من حقيقتها. ونحذر صاحبة هذه البشرة من استخدام الكريمات الغنية، لأنها ضارة كثيرا، حيث تعمل على توسيع مسام البشرة. وتنقسم البشرة الجافة إلى نوعين: أولهم البشرة الجافة ناقصة الماء، والتي تبدو مشدودة ناعمة الملمس، وقد يكون بها خطوط حمراء صغيرة تظهر بوضوح مع صاحبات البشرة البيضاء، وقد تخالطها أحيانا تجاعيد. أما البشرة النوع الثاني من البشرة الجافة، البشرة الجافة ناقصة الدهون، وتكون مشدودة جافة حادة التقاطيع. والسبب الرئيسي لجفاف البشرة يرجع إلى وجود خلل في نسبة وجود الماء في البشرة. ثالث أنواع البشرة هي البشرة الدهنية أو الزيتية، والتي تبدو لامعة متفتحة المسام، خلاياها مملوءة بالإفرازات الدهنية، وقد تكون سميكة الملمس، وربما ينتشر عليها بعض النقط السوداء، وهي بشرة قابلة للتقشير وعرضة لحب الشباب. ونحذر صاحبات هذا النوع من البشرة من استعمال الكحول للتخلص من الدهون. رابع تلك الأنواع هي البشرة المختلطة، وهي البشرة التي تجمع ما بين صفات البشرة الدهنية والبشرة الجافة. فنجد بعض مناطق بشرة الوجه جافة مثل الخدين، بينما مناطق أخرى دهنية مثل الأنف والذقن. وهذا النوع من البشرة يحتاج إلى عناية خاصة دقيقة ومنتظمة. يتم معالجة هذا النوع من البشرة والعناية به ورعايته بصبر ودقة، لأننا كما لو كنا نتعامل مع نوعين من أنواع البشرة في منطقة واحدة، حيث تطلب الأمر التعامل مع المناطق الدهنية حول الأنف والذقن والجبهة تماما كما لو كنا نتعامل مع البشرة الدهنية، بينما نتعامل مع مناطق الوجه الجافة كما لو كنا نتعامل مع بشرة جافة تماما. خامس تلك الأنواع هي البشرة الحساسة. البشرة الحساسة عادة بشرة شديدة النعومة، وتظهر فيها أوعية دموية وشعيرات بوضوح، وهي بشرة ناعمة التقاطيع وتميل إلى سرعة الإحمرار، ويظهر ذلك بوضوح مع صاحبة البشرة البيضاء، خاصة أثناء حالات الطقس المتقلبة والمواقف الإنفعالية والعصبية. وفي كثير من الأحيان تظهر تلك البشرة الحساسة بعض الأوردة الدموية الصغيرة بسبب اختلاف في نشاط الدورة الدموية تحت الجلد.